مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جزار ظهري، محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. بهذه الجلسة طبعا كنت حابب مر على بعض الأزواج والعمليات الرئيسية. مثل ما بتعرفوا بشكل يومي طبعا بنمر على سوق الفوركس وسوق العمليات بشكل عام. طبعا اليوم بجلسة اليوم رح نمر على اليورو دولار اللي هو عم بيعمل انخفاض ضخم جدا، وطبعا عم نشهد بعض التراجع اللي كنا تكلمنا عليه. طبعا زوج اليورو دولار هو من العمليات الرئيسية اللي قطعت بفرق بمرحلة أفقية ضخمة، ومن الواضح انه هذه المرحله الافقيه ليها انخفاض. اول شيء عندي continuation trend طبعا اللي هو الاتجاه الهابط اللي كان موجود عندي على زوج اليورو دولار بالسابق. طبعا قبل ما ندخل بهذه المرحله الافقيه بتدل على continuation trend وتكمله الاتجاه. والشيء الاخر او السيناريو الاخر اللي هو المثلث اللي كان موجود عندي طبعا بهذا الشكل، واللي قلنا انه تم اختراقه بجلسه امس او اللي بقى اللي قبلها طبعا، وعملنا اعاده امتحان او ريتست وكفينا اتجاه الهابط. الريتست لخط المقاومه مهم جدا، خط الدعم اصبح خط مقاومه، ومن الواضح انه عند اختراق التراينجل اذا بدكم اعطتني اكتيفيشن للسيناريو الهابط. طبعا هلا المستوى اللي زرناه على القاع هو مستوى 114 30، كنت تكلمت عليه بسيناريوهات سابقه، وكنت قلت لكم انه من وراء اذا في حال دخلنا مرحله افقيه اي بي سي دي اي وابتدينا اتجاه الهابط، نحن بنستعمل فيبوناتشي من على رسم بيان اليومي من اخر قاع لاخر قمه لزياره مستويات ال 50% فيبوناتشي ريتريسمنت. وبهذا الشكل طبعا قد زرنا مستوى ال 50% فيبوناتشي ريتريسمنت، هيدي اول نقطه دعم ممكن نكون واجهناها بجلسه اليوم. اما اذا في حال طبعا تم اختراق هذه المستويات، هلا نحن بالنسبه لنا كموجه الخامسه اوكي ما ممكن انه ننخفض اكثر من هذه المستويات، يعني كموجه الخامسه وزياره مستوى ال 50% انا برايي هي اذا بدكم الاقصى، هو الحد الاقصى لانخفاض زوج اليورو دولار بالمرحلات القادمه. وطبعا اذا في حال ثبتنا هذه المستويات مستوى ال 50% نتوقع ارتفاع زوج اليورو دولار من هذه المستويات. انما لندخل فرصه استثمار من هون طبعا منا وارده عنا، الا اذا في حال اخذنا فرصه اشاره شراء او نمط احتواء او شمعه اشاره انعكاسيه على رسم بين الاربع ساعات، وهذا الموضوع طبعا نحن في انتظاره لناخذ اكتيفيشن بشكل واضح اكثر. اما بالنسبه للعملات الرئيسيه الاخرى طبعا نفس الشيء عم بيشتغلوا ويف 4 مرحله افقيه، ويف 5 اخر موجه اندفاعيه لزوج للدولار اندكس اللي هو طبعا عم بيعطيني اشاره شراء، ومن الواضح انه الدولار اندكس طبعا باخر موجه صعود. طبعا نتوقع بالمرحله القادمه انه نرجع نبتدي باتجاه هابط خلينا نقول للدولار الامريكي، ومن هيدي من هذا المنطلق ممكن نرجع نشهد خلينا نقول بعض القوه لليورو دولار وغيرها من العملات. بالنسبه للفولاتيلتي اندكس مثل ما عم بتلاحظوا الفيكس هلا 13.35 اللي هو عم بيتداول تقريبا قرب اعلى مستوياته منذ شهرين لليوم. وايضا طبعا خلينا نقول بكل بساطه اذا في حد ندخل على الدولار اندكس او يو اس دي اندكس 95 98 يعني على اعلى مستوياته، كنت قلت لكم الارتفاع بعد عندي موجه ارتفاع، ومن الواضح انه نحن خلينا نقول مرتفعين بشكل خمس موجات من القاع. هيدا اول موجه ويف 1، ويف 2 رجعنا ارتفعنا بويف 3، دخلنا بمرحله افقيه اللي هي ويف 4 على شكل مثلث اللي هو نفس المثلث اللي هو على الدولار الامريكي ولا على اليورو دولار ولكن بالاتجاه الهابط. يعني فور دخول الدولار الامريكي بهذا المثلث الميل على خلينا نقول مرحله افقيه على الدولار اندكس، طبعا هو نفسه المرحله الافقيه اللي دخلنا فيها على اليورو دولار، وتوقعنا انه ممكن نرجع نرتفع بموجه ام 5 اللي هي ممكن تنتهي عن قريب قبل ما نبتدي ثلاث موجات التصحيح لزوج الدولار الامريكي لزياره مستوى ال 91 و90 على المدى القصير. فالدولار اندكس اللي هو طبعا خلينا نقول من الواضح انه انخفاض له او انخفاض للدولار اندكس لثلاث موجات تصحيحيه، نتوقع نفس الامور يرجع يرتفع اليورو دولار بثلاث موجات تصحيحيه 3 ويف باونس لزياره مستوى ال 118 او 120 وايضا استرليني دولار. وبهيدي الحاله طبعا نحن داخلين بمراكز شراء على استرليني دولار، ولكن داخلين وقف خساره تقريبا قرب مستويات ال 127 30 اللي هي نتوقع انه ممنوع يتم اختراقها، ل طبعا اسباب انه بيرجع بيعطيني انفاليديشن ليفل للسيناريو الصاعد وبنبتدي بالضغط السلبي لفريق الدبب. فبهذه الحاله اتوقع من هذه المستويات زياره موجه تصحيحيه الى الاعلى لمستويات ال 133 134، ومن ثم بنرجع بنكفي اتجاه الهابط لزياره مستوى ال 121. وبهذه الحاله بنكون عم ندخل خلينا نقول على رسم بياني الجي بي بي يو اس دي.
وطبعا ممكن بهذا الحال ناخذ سيناريو مفترض على الجي بي يو اس دي. خليني اقول لكم الرسوم مبينين اللي انا اوريدي رسمها ومدخلها على هذا الموقع. طبعا ممكن انه نرجع نشوف او نشهد بعض التشارتس للجي بي يو اس دي ونشوف انه هل نتوقع 3 ويف باونس من هذه المستويات لزياره مستويات اعلى. هيدا بالنسبه للجي بي يو اس دي على راس المبين اليومي. عم نتكلم على بيج ويف انتهينا منها، عم ننتهي تقريبا الدبليو كيرف هذه المستويات، ارتفاع ثلاث موجات بويف اكس لزياره عن جديد موجه بي لمستويات ال 122 قبل ما نبتدي بويج ويف سي لزياره مستوى ال 151 على المدى الوسط للطويل. هذا بالنسبه لرسم بيان اليومي. اما الاسبوعي طبعا بكون عندي خطوط مقاومه، ومن الواضح انه عندي خطوط مقاومه ميل على انخفاض تم اختراقها من قبل الاسترليني دولار على مستويات ال 132، وسجلنا 7 سوينجز هاي اللي هي اعطتني اول موجه تصحيح بيج ويف اي، انخفضنا بثلاث موجات هلا باتجاه ال 121 لزياره مستويات مهمه جدا قبل ما نكف اتجاه الصاعد على المدى الطويل، وبنكون عم نعمل اعاده امتحان لخط المقاومه اللي عندي على استرليني دولار من اخر قمه اللي هي من قمه ال 173. هذا بالنسبه لاسترليني دولار. اما بالنسبه للكرود اويل اللي كنا رسمينه بالضبط اي بي سي لنكف اتجاه الهبط طبعا حصلت عنا والسيناريو طبعا صبناه. بالنسبه للتاك اوت ممكن نشوف السيناريو على اسعار النفط برسم بيان اخر، وطبعا النتيجه كانت واضحه على انه هذا هو السيناريو اللي كان موجود عندي على اسعار النفط ونتوقف انخفاضه. طبعا هذا هو السيناريو المنتظر كان اللي هو مثل ما عم تشوفوا امامكم موجه رقم 2 ونتوقع انخفاض موجه رقم 3، وهذا هو السيناريو اللي حصل وابتدى انخفاض النفط من مستويات ال 69 لمستويات ال 66 300 نقطه او 3 دولار، وطبعا استفدنا منه ودخلنا بمركز استثمار. اما بالنسبه لليورو جي بي بي طبعا نحن هلا بصدد اذا بدكم اليورو جي بي دخلنا بمركز بيع فيه بجلسه امس، وكنا ما جنينا بعض الارباح الرئيسيه او الضخمه، ولكن المركز البيع اللي دخلنا فيه مثل ما عم تشوفوه امامكم بالخط الاخضر تقريبا قريب من القمه، وسجلنا مستويات 100 نقطه انخفاض. يعني هذه الشمعه ما لحقنا طبعا بالتغطيه المباشره او بالجلسه الصباحيه ان نغلق هذا المركز، ولكن بعد الشيء كان عندي ارباح ضخمه جدا، انخفاض من مستوى 0.90 ل 89.30 يعني 100 نقطه. 100 نقطه يعني عم نتكلم باليورو جي بي بي تقريبا تايمز 1.5 او 150 نقطه لزوج اخر. هذا بالنسبه لل خلينا نقول اليورو جي بي بي او المركز اللي دخلنا فيه. اهلا وسهلا فيكم استاذ ربيع، يسعد صباحك استاذ احمد وعليكم السلام، بتمنى لكم نهار مثمر طبعا للجميع. استاذ حسن اهلا وسهلا فيك. تحليل اليو اس 30 او الداو جونز طبعا على الفريم اليومي، اليو اس 30 او الداو جونز اللي هو بعده اذا بدكم الاتجاه الصاعد على المدى القصير للوسط، اتوقع ارتفاع المؤشرات الامريكيه بعد بجلسات القادمه. طبعا هذا الشيء ما بيمنع انه نشهد نرجع ثلاث موجات تصحيحيه بسيطه خلينا نقول للداو جونز، ولكن نحن بعدنا نتوقع خلينا نقول ارتفاع هذه المؤشرات. اول شيء بدي ابتدي برسم بيانات الاسبوع اللي هو طبعا عم بيعطيني خليني اشاره انه ممكن يكون عندي 3 كوركتيف ويف، ومن الواضح انه هذه المستويات عم بتدول بقربها مهمه جدا تقريبا، ما عم بيقدر يغلق فوق مستويات ال 25575 بالنسبه لفتره زمنيه له اكثر من 10 اسابيع لورا من نوفمبر 2017، او خلينا نقول له اكثر من تقريبا 8 اشهر، فما عم بيقدر يغلق فوق مستويات ال 25575. بدنا ننتظر هذا الاسبوع اللي هو اليوم نهار الجمعة، بدنا نشوف اذا ممكن يرجع يرتفع ويغلق فوق هذه المستويات لنرجع ناخذ اشاره ايجابيه. ولكن اذا بدي اذكر تايم فريمز على التايم فريم اليومي، نحن هون بصدد ارتفاع بخمس موجات، ومن الواضح من الاس بي 500 انه نحن خلينا نقول بعد عندنا ارتفاع لزياره مستويات اعلى لمستويات 3120، ما ممكن نوصل لمستويات القمه للاس بي 500 وما يخترق اخر قمه تسجل عندي. فبالنسبه لالي باستعمال فيبوناتشي ريتريس بتبطل عندي ويف بي خلينا نقول بالنسبه لفيبوناتشي، لانه اذا بدي ادخل من القمه للقاع تم اختراق مستوى 88.2% واغلقنا فوقه، يعني من وراء موجه بسيطه صغيره نتوقع تكمل الاتجاه بشكل او اخر. ولكن على رسم بين اليومي مثل كانه عندي 3 كوركتيف ويفز اي بي سي، خلينا استعمل فيبوناتشي اكسبانشن لنشوف اذا ممكن ناخذ فرصه شراء على الداو جونز كيرف هذه المستويات. من مثل ما نواضح انه هيدي اول موجه تصحيح انتهينا فيها هوني، وهيدي القمه ثاني قمه، وباستعمال فيبوناتشي اكسبانشن
عندي تم اختراق مستوى ال 100%، يعني اتوقع انه ممكن يكفي اتجاه الهابط لمستوى ال 161% لزياره 25307 للداو جونز. اذا في حال كفينا هذه المستويات ممكن نرجع نتوقع اشاره شراء، وبكون بنفس الحاله من اخر قمه لاخر، من اخر قاع لاخر قمه سجلنا تقريبا اولموست 61% اللي هي موجه رقم 2 لنكفي اتجاه موجه رقم 3. يعني متوقع انخفاض شي 100 نقطه تقريبا للداو جونز لزياره مستويات ال 25300 305، وبهذه الحاله ممكن نرجع نتوقع ارتفاع بموجة اندفاعية جديدة لنكفي اتجاه الصاعد على الداو جونز لاختراق اخر قمة سجلت عندي اللي هي قمة تقريبا ال 25800 وحتى ال 26000. بعدني شايف سيناريو ايجابي جدا على اليو اس 30 او على الداو جونز والمؤشرات الامريكية، بما انه السايكل ما انتهى عندي. السايكل اللي عم بتكلم عليه على الدولار الامريكي طبعا بعده موجود عندي، بعدكم عم بتشوفوا قوة للدولار الامريكي بشكل مفاجئ بجلسة بعد يوم، يعني بيوم بعد يوم مثل ما عم تشهدوا قوة الدولار الامريكي اليوم ضغطت على اليورو دولار وعلى السترلين دولار، وطبعا ما قدرت ترفع الدولار ين. وبما ان الدولار ين هم الملاذات الامنه، يعني الاشخاص ما عم بيقدروا يدخلوا بفرصه استثمار على العملات الرئيسيه، يعني اول عملات ممكن لازم ترتفع اذا في حال عند تشنجات بالدول الكبرى هي الدولار ين والدولار سويس، لانه يعتبروا كملاذ امن. بينما عدم دخوله بهذه العملات وعدم ارتفاع الدولار ين وعدم ارتفاع الدولار سويس، هذا بيعني انه ممكن الاشخاص يكونوا عم بيرجعوا يفكروا باستثمار على المؤشرات الامريكيه، وبهذه الحاله طبعا نشهد ارتفاع بعد اكثر. بالنسبه للجيرمان داكس طبعا عم يعطيني اشاره سلبيه، المؤشرات الالمانيه طبعا عم تضعف مع اليورو دولار ومع قوه الدولار الامريكي، ولكن المؤشرات الامريكيه او الالمانيه ما ممكن تتاثر بالدولار اندكس، ولكن عندي كورليشن ممكن تكون غريبه بعض الشيء باسواق المال. لما يبلش عندي فولاتيليتي اندكس او ترتفع، خلينا نقول فولاتيليتي والتقلبات بشكل او اخر بسوق المال، بكون ممكن يكون عندي امور خطره ممكن نواجهها بالجلسات القادمه. فبالنسبه لي الفولاتيليتي اندكس او الفيكس اللي ممكن يكون عم ندخل عليه، ابتدينا بموجه صعود بسيطه جدا منا مهمه، ولكن هذا الارتفاع اللي عم نشهده هلا تقريبا بجلسه اليوم اللي هي مستوى 113.25 هي مستويات تقريبا قد ثبت قاع مهم للفيكس، وممكن نرجع نزور مستويات ال 20 اقله او مستويات ال 25 على المدى الوسط للقريب. فبهذه الحاله ارتفاع الفولاتيليتي اندكس او الفيكس هذا مؤشر طبعا المخاوف في السوق الفوركس او بسوق المال، فبهذه الحاله نتوقع الفولاتيليتي والتقلبات ممكن تزيد عندي على اسواق المال، وممكن نرجع نشهد استثمارات ضخمه ممكن تكب عندي بسوق الفوركس. فبهذه الحاله التحركات ممكن نشهدها بعد التقلبات العاليه واقله طبعا على الجيرمان داكس، بما انه هو المؤشرات الالمانيه من الاخطر طبعا الجيرمان داكس. اما بالنسبه لاسعار النفط وهذه التقلبات لما يصير عندي شموع ضخمه تابعه لفريق الدبب والثيران، ممكن نرجع نشهد خلينا نقول بعض الفولاتيليتي على هذه الازواج. فبهذه الحاله ممكن نرجع نشهد او نراقب ارقام جديده، يعني على الاسعار النفط ممكن نرجع ننخفض لمستويات ال 45، ممكن اليورو دولار اذا في حال تم تثبيت هذا القاع عن قريب ممكن نرجع نبتدي بثلاث موجات تصحيحيه لزياده مستوى ال 119 120. اذا في حال زرنا 120 على زوج اليورو دولار تقريبا لنا اكثر من 11 ماي منا شايفين سعر خلينا نقول او مارش 2018 لنا اكثر من 6 شهور منا شايفين مستوى 120 على زوج اليورو دولار. فبهذه الحالة نتوقع أنه نرجع نشهد على أرقام جديدة للعملات الرئيسية والمعادن والسلع. بالنسبة للعملة الرقمية المشفرة ما عم تقدر ترتفع، عم تضل قريبة من آخر قاعد سجل عندي اللي هو مستويات 5300 أو 5500 بشكل أو آخر. فبهذه الحالة نتوقع أنه عن قريب ممكن نشهد ضغط على البيتكوين او العمله الرقميه المشفره لزياره مستويات بعد اوطى لزياره مستويات 3000 و 1900. العمله الرقميه المشفره فقدت ثقتها بين العالم وبين المستثمرين، فبهذه الحاله ما عندي اي شيء ممكن يكون مغري للمستثمرين هلا بالوقت الحالي غير تريجري بونز او سندات الخزينه في الولايات المتحده. سندات الخزينه عاده في خلينا نقول البلدان الاخرى، سندات الخزينه هي من الافضل او الامن بالدول الكبرى، وطبعا كيف لا تكون سندات الخزينه تابعه للولايات المتحده اللي هي عم تعطي 3% بالوقت الحالي، يعني هو افضل استثمار بالوقت الحالي لدخوله بالدولار الامريكي. ولكن اذا في حال ندخل بشراء سندات الخزينه في الولايات المتحده، طبعا مضطرين نحن كدول اخرى نشتري بعملتنا الخاصه بعمله البلد الدولار الامريكي قبل شراء سندات الخزينه. يعني انا بالنسبه لي في بيروت انا عندي الليره اللبنانيه، لازم اشتري دولار امريكي لاقدر اشتري
طبعا سند خزينه. واذا عندي اشخاص افترضنا من مصر، طبعا الجنيه المصري بده يشتروا فيه دولار امريكي ومن ثم يشتروا سند خزينه، وايضا البلدان الاخرى ما ممكن طبعا ريال سعودي لازم يشتروا دولار امريكي قبل شراء لا سندات الخزينه الامريكيه، لانه ما فينا نشتري سندات خزينه غير باستعمال الدولار الامريكي اللي هو طبعا عمله الولايات المتحده. فبهي الحاله طبعا الدولار الامريكي عم بيصير عنده ديماند، عم بيصير عنده طلب ضخم جدا، شراء الدولار الامريكي بالفترات السابقه عم تكون ضخمه جدا. فبهي الحاله نتوقع انه تكمله اتجاه الصعد للدولار الامريكي، وهذا الشيء بيدعم الشراء للمؤشرات الامريكيه والاس بي 500 والاسهم اللي ممكن كف اتجاه الصعد بالسايكل وزياره مستويات اعلى 3000 او 3120. اما بالنسبه للفرص الاستثمار او بالنسبه للاستاذ عمار جي بي بي يو اس دي، كنت قلت لك انه اتوقع بعد ثلاث موجات تصحيح من هذه المستويات، هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها تقريبا مهمه جدا. من المتوقع انه نبتدي موجه صعود عن قريب بجلسه القادمه، اذا في حال مش بجلسه اليوم ممكن بجلسه الاسبوع القادم نرجع نبتدي بثلاث موجات تصحيح الى الاعلى لزياره مستوى ال 133 او مستوى ال 134، ومن ثم ممكن نرجع نكفي اتجاه الهابط على المدى الوسط الطويل لستالين الدولار لزياره مستوى ال 121 اللي هي مستويات مهمه جدا خلينا نقول، ومستويات طبعا كانت واضحه جدا انه كان عندي خطوط دعم قرب هذه المستويات استرليني الدولار. فاعاده امتحان هذه المستويات ما بتشكي طبعا انه نرجع نفكر بفرصه استثمار مميزه وبمراكز شراء عن جديد لاسترليني الدولار لزياره مستوى 150، ولكن اتوقع من وراء هذا الانخفاض ثلاث موجات تصحيحيه الى الاعلى قبل ما نكف اتجاه الهابط لزياره مستويات 121. هذا بالنسبه لاسترليني الدولار استاذ عمار. انا طبعا بتشكر وجودكم معي بهذه الجلسه، واذا عندكم اي استفسارات او على سلع معينه طبعا اكتبوا لي بالكومنت لنقوم بتحليلها. انا بالنسبه لي النيوزيلندي والين او النيوزيلندي جي بي واي استاذ عمار اللي هو كروس واحد، انزل دي جي بي واي اللي هو النيوزيلندي مقابل الين، انا هذا الكروس يعني ما بتداول فيه بشكل اذا بدكم روتيني، ولكن ممكن نشوف التحاليل التقنيه على انزل دي جي بي واي. انزل دي جي بي واي عظيم، نحن هلا بموجات من الواضح انه موجات الصحيه ميله على انخفاض ولكن بويف بي. خلينا نبتدي برسم بيانات الشهري لنشوف شو ممكن يكون عندي. بيج اي بي سي، بيج اي بي سي اوكي، على رسم بيانات الاسبوعي ما عندي اي اشاره ممكن تكون واضحه بالنسبه للشموع اليابانيه. اوكي عظيم، 1 2 3 4 5 بيج اي بي سي ويف 2 باستعمال فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، نتوقع زياره مستوى 61%، طبعا تم الوصول اليها لمستويات 83 باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه. ممكن نشوف المستويات اللي عم نتداول بقربها اذا في حال بدنا ناخذ ثلاث موجات تصحيح او ثلاث موجات او موجات اندفاعيه. تم اختراق مستوى ال 61% على نيوزيلنديا، ما عندي امل غير انه يرجع نواجه نقاط الدعم قرب مستويات 76.4%. استاذ عماري اللي هي مستويات 72.49 اللي هي بعد انخفاض تقريبا 50 بيب من هون لنيوزيلنديا لنبلش نتوقع مستويات دعم. هذا بالنسبه لطبعا عم بتكلم على السيناريوهات الايجابيه، اذا في حال بدنا نتوقع ارتفاع لهذا الزوج هذه المستويات طبعا مهم جدا، مثل ما عم بتشوفوا مستويات 76.4% اللي هي بتساقب قرب مستويات 72 46 او 49. فبهذا الحاله انخفاض 50 نقطه لنبلش نواجه او نتوقع اول مستويات دعم. لا اذا في حال بدنا نفكر بسيناريو ايجابي على انه ها ويف اي جان خفضنا ب ويف بي بهذا الشكل ونتوقع زياره ويف سي لزياره مستوى 0.89. فانا اتوقع اذا في حال بدي ادخل بفرصه استثمار او بفرصه شراء بنتظر مستويات 72 46 46 اللي هي ممكن نرجع خلينا نقول نتوقع ارتفاع منها بنقاط دعم مهم جدا لزياره مستويات 83، ومن ثم طبعا بنكون انتهينا من السيناريو التصحيحي. الا اذا في حال تم اختراق مستويات 76.4% واغلقنا تحتها بشمعه اربع ساعات، بهذه الحاله ممكن نكفي اتجاه الصاعد وبيرجع بكفي سيناريو سلبي ثلاث موجات تصحيح وبكفي اتجاه الهابط. فهلا بدك تترقب استاذ عمار مستويات 76.4% اللي هي قرب مستويات 72.50، ومن ثم بترجع بتاخذ قراراتك على الاستثمار اذا في حال بدك تكفي بمراكز مراكز بيع او مراكز شراء عن جديد. هذا بالنسبه لنيوزيلندا ين. اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، انا بتشكر طبعا وجودكم ودعمكم لي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباحي من شركه تكمل، شعار شركه تكمل وجودنا بقرب العملاء طبعا، ونريد نجاح المتداولين. بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بكون نهاركم مثمر، وانا بشوفكم بجلسه بعد الظهر اللي هي جلسه تعليميه، والى اللقاء.